هنا مشاهدينا الكرام انطلاقاتنا، هنا تحدياتنا التي تسير على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات هنا الجميلة التي نتابعها مع سابع أشواطنا ونسير مع المحليات الأصايل. هو هنا الانطلاقات وهملول المنطلق على الصدارة، هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما مخلاب المنطلق هنا أحمد بن سهيل بن بطي العيالي المهيري من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث حبشان هنا محمد بن كردي بن طالب بن منقس المري من يأتينا ثالثا، وعلى المركز الرابع هملول مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، وخامس مراكزنا يأتينا المحيط لسيب بن ساري بن بلوش المزروعي المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة، بينما نتابع هنا المركز السادس، المركز السادس والمنطلق على المركز السادس في هذه اللحظات هو القادم هنا همال لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي من يقدم لنا همال على المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع والقادم بهذه الانطلاقة هنا وتحديات هذا الشوط والقادم بهذه التحديات. هنا يأتينا مغامر عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين من ينطلق هنا على سابع المراكز، والمركز الثامن، المركز الثامن والقادم شاهين سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري من ينطلق بهذه الانطلاقة وهذه التحديات الجميلة هنا بهذا الانطلاقة. ركز يا الربيعي، ركز يا الربيعي، يا أحمد يا الربيعي مع هذه الانطلاقة هنا وانطلاقتي وتحدياتي هنا شاهين، بينما القادم بهذا الانطلاق صوغان راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي من يأتينا هذه الانطلاقة والوصول من قبل هنا مشغل لسالم بن حمد بن راشد المخيبي القادم بهذه الانطلاقة، وزعفران عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، وإلى المركز الأول، وإلى الاندفاعات والتحديات الصباحية على أرضية هذا الميدان. هنا نتابع هذا الانطلاق، نتابع التغيير الذي طرى وجرى من مخلاب على صدارة، مخلاب على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا مخلاب لأحمد بن سهيل بن بطي العيالي المهيري من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما هملول على المركز الثاني، هملول من يأتينا ثانيا، ولكن أرى التسلل من الجانب الآخر حبشان محمد بن كردي بن طالب بن منخاس المري من يأتينا على المركز الثاني، والمركز الثالث هنا هملول لهادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري، وهملول آخر من الجانب الآخر مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، وعلى المركز الخامس يأتينا المحيط السيب بن ساري بن بلوش المزروعي المنطلق هنا على المركز الخامس، وسادس مراكزنا يأتي همال سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي من يقدم لنا همال على سادس مراكزنا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات، بينما مغامر عبد الهادي بن سيف بن فهد السيف الخيارين من يأتينا على سابع مراكزنا بهذه الانطلاقة الجميلة. وشاهين القادم، شاهين القادم هنا بهذه الانطلاقة لسلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري المنطلق هنا على المركز الثامن بهذه الانطلاقة الجميلة،
تاسع مراكزنا هملول مهير بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي من ينطلق مع هملول. هذه الانطلاقة الجميلة القادم هنا المختبر لسعيد بن سيف بن ساري الاكتبي من يأتي بالمختبر هنا بانطلاقته وتحدياته على عشر مراكزنا. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى والأسماء القادمة أيضا خلف المراكز العشرة الأولى. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بالانطلاقات والتحديات مع منتصف المسافة. هناك من غير على الصدارة، حبشان من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. محمد بن كردي بن طالب بن منخاس المري ومخلاب، مخلاب على المركز الثاني. هذه الانطلاقة عاد مخلاب إلى صلب المنافسة. هذه الانطلاقة هنا لأحمد بن سهيل بن بطية العيالي المهيري من يقدمه. هذه الانطلاقة هنا وبهذه التحديات الجميلة ركز أبو محمد يا جاسم يا لوهيبي مع هذا الشعار وأدائه هنا وانطلاقته. بينما القادم هنا القادم المحيط السيب بن ساري بن بلوش المزروعي من يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع. وصل شاهين، وصل أهالي مدينة العين يتسللون من مركز إلى مركز ما شاء الله، عينهم على الصدارة. ها هو شاهين هنا بالانطلاق لسلطان بن علي بن عمير بن هلال، هنا أيضا بن عمر بن هلال، هنا أيضا الظاهري من ينطلق بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات. هنا القادم هملول مهير بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي وهمال لسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي من ينطلق أيضا على سابعي المراكز. والمركز الثامن، المركز الثامن المختبر سعيد بن سيف بن ساري الاكتبي. وصل الشعار الاقتصادي مع الطاغي القادم لمحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا هذه الانطلاقة. أرى وصوله هنا من الطامح حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي الله للظفرة قادمين أيضا بهذا الانطلاق والتحدي على عشر المراكز. هذه هي الأسماء، ها هي هنا أيضا المسيرة التي تسير مع هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية. وهجن أبناء القبائل والرقص مع الكبار، ويا محل الرقص مع الكبار. هنا بدينا بالانعطاف الأخير والالتفاف الأخير، ويا محلى الالتفاف الأخير. هنا نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بدأت التغييرات هنا تطرو وتجرو في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات الجميلة الجميلة. هنا 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 المحيط، المحيط السيب بن ساري بن بلوش المزروعي هنا على المركز الأول. ولكن أرى شاهين يتسلل من مركز إلى مركز. سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري هنا من ينطلق هذه الانطلاقة الجميلة. ومخلاب من الجانب الثاني، هناك ثالثا مخلاب أحمد بن سهيل بن بطي العيالي المهيري من يأتي هنا على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هنا يأتينا حبشان بهذه الانطلاقة. محمد بن كرسي بن كردي بن طالب بن منقص المري من يقدم. محمد بن كردي بن طالب بن منقص هنا أيضا من يأتي مع انطلاقة حبشان. ومن الجانب الآخر هملول هير بن علي بن راشد بن كليب هنا أيضا لكتبي يأتينا هنا بهذا الانطلاق خماسية جميلة. على المركز السادس هو القادم الطاغي محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. ووصل شاهين، وصل بالدبية، وصل هنا حمد بن محمد بن سعيد بالدبية العفاري هنا القادم بسعيد مع انطلاقة وتحديات شاهين القادم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هناك المختبر سعيد بن سيف بن ساري اللي يكتبي وبن حزيم مع زعفران، وهنا عبد الله بن سالم بن حزيم هنا مع زعفران بهذه الانطلاقة. وطامح حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي أيضا القادم بهذه
الانطلاقة الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. فدارة هذا الشوط هنا شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري هنا المنطلق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، يسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول وعلى الصدارة. هذه الانطلاقة الجميلة بدأ ينهرد في صدارة هذا الشوط هنا بهذه الانطلاقة الجميلة هنا مع هذه التحديات. هنا المركز الثاني، المركز الثاني، ويأتينا هنا هملول هير بن علي، هنا ايضا بر بن كريب، هنا مهير بن علي بسيب بن كريب المنطلق هنا. الله الله التحديات الجميلة، يسلوم هنا وصل بن كلفوت ووصل بن بلوش، بن كلفوت القادم مع طامح حمد بن كلفوت بن جرش هنا القادم، ولكن الصدورة بين شاهين وبين هملول، بين شاهين وبين هملول. الله هملول يتسلل إلى المدام هنا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات الرائعة هنا بهذا الانطلاق الجميل. هو هملول مهير بن علي بن راشد بن خليب ليكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. سلام للمدام على هذا الأداء المميز لهملول ولحظة وصوله إلى خط نهاية. نعلن الفوز والناموس، تهانينا لمهير بن علي بن راشد بن خليب ليكتبي الناموس أبو علي ولحظة الوصول إلى خط النهاية. بينما طامح من أتانا لحمل بن كرفوت بن جرش المزروعي ثانيا، وشاهين سلطان بن علي بن عمر الظاهري، ويأتينا المختبر هنا بهذه الانطلاقة الجميلة هنا لأيضا سعيد بن سيب ساري لكتبي ومخلاب لأحمد بن سيل بن بطي العيالي من حلة على المركز الخامس. ونعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامي هنا هملول من أعلن الفوز وناموس قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 57 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمهير بن علي بن كليب و13 دقيقة و5 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل معه تحت أقدام طامح حمد بن كلفوت بن جرش المزروعي. بينما المركز الثالث كان شاهين هنا ومن سجل توقيت زمني مقداره ولحظة وصوله إلى خط النهاية لسلطان بن علي بن عمر الظاهري هنا من سجل ايضا توقيت زمني مقداره 13 دقيقة ثانيتين هنا وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.